يتعرض بعض المسافرين لمشاكل مختلفة تفسد إجازتهم، فيما يشدد المختصون على اتخاذ كافة التدابير اللازمة. ننصح إخواننا المسافرين بعدم اللجوء إلى المواقع الإلكترونية المشبوهة اللي تصدر تذاكر بسعر أقل من السوق، حيث أن بعض المسافرين يروحون للمطار يتفاجؤون أن الحجوزات ملغية. أكثر من 3000 شخص خلال الفترة اللي طافت تذاكرهم ملغية. طبعا لازم المسافر ينتبه لصلاحية الجواز تكون فيها أقل شيء 6 أشهر، وفي دول تسمح لك 3 أشهر. والفيزا مهمة جدا خصوصا الخدم. طبعا احنا ننصح المسافرين يأخذون جزء من الكاش والباقي أن يأخذون بطاقة البنك يكون فيها رصيد جيد، أحسن ما يأخذون بدينهم، ممكن في دول موثقة وفيها مشاكل. للناس تجاربهم في السفر، هم الذين يقدمون نصائحهم أيضا من واقع الخبرات السابقة. بهرجة الناس ساعاتهم، تليفونه يحطه كذي قدام الناس، يتسر بالشارع يطلع بداله، يطلع له 100 يورو على قولتهم، لا يطلع الفلوس كلها ويعد قدامه ويعطي، يعني هذا أكيد، يعني هذا واضح قدامك، يعني خصوصا بالمترو يعني أو على قولتهم الأندر جراوند. لا أشكره، يعني تل الجنطة قبل لا يتسكر الباب، عارف حتى وقت الباب متى يتسكر. اي انا واحد من الناس صارت مع زوجتي يعني للأمانة. انتم في بلدان غريبة، الانسان ياخذ الحذر، الاطفال بالشوارع بكل مكان بالتجمعات، اطلع واروح واستانس واخذ اهلي واشم هواء، وخاصة اذا كان قروب بعد افضل. الاشياء اللي حرص عليها الاسعار، الفنادق، الموقع، المواقع اللي تكون بالسناتر، فندق يكون 4 نجوم، الماستر كارد، الفيزا، الكاش ماني. الفنادق الرسمية اللي أنا أحجز عن طريق الابليكيشن مالهم. مع العائلة تأخذ دولة عائلية، يعني دولة يعني مثل تكون فيها أمان عالي.